السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم المدرس حسين الموسوي من كلية مدينة العلم قسم الهندسة المدنية. راح أعيد شرح سؤال في أحد الفيديوهات السابقة شرحته، لكن كان الصوت منخفض وأغلب المستمعين قالوا ما سمعناه، لذلك راح أعيده. وهذا أحد الأسئلة المهمة اللي هو example رقم 23 بصفحة 187. فكرة السؤال طبعا هذا بي عندي مسند مائل، من يصير عندي مسند مائل لازم يصير عندي تسقيط مائل مرة على الاكس ومرة على الواي. زين، خل اذكركم باليلد لاين. اليلد لاين انا عندي بي يعتمد على الشغل الخارجي يساوي الشغل الداخلي. قوانين اليلد لاين طبعا لا تعطى. الشغل الخارجي اذا كان عندك حمل منتشر يساوي قيمة الحمل في الاريا، المساحة المسلطة على الحمل في مقدار النزول تحت محصلة الحمل المنتشر. وإذا كان عندك قوة concentrated فيكون مقدار القوة في الدلتا. هذا فيما يخص الشغل الخارجي. الشغل الداخلي يساوي مقدار العزم في طول المسقط مالته في إفيته. زين، أنا هذا السؤال اللي عندي. هذا السؤال اللي عندي. سقف هذا غير منتظم، عندي قوة مركزة P concentrated بدون حمل منتشر، وعندي 4 منها المسافة ومنها 4 وهذا الطول منها 6. المساند شنو اللي عندي؟ المساند عندي فيكس. من عندي فيكس يعني عندي بيها عزم سالم. زين، أول سؤال يتراح لأذهاننا، إيش كم قطعة راح يصير عندي؟ عدد القطع بقيد عدد المساقط بقيد عدد محاور الدوران. كل مسقط هو محور دوران، نرسم العفو كل مسند هو محور دوران. عدد المساند يساوي عدد محاور الدوران ويساوي عدد القطع. بالبداية خلينا نرسم محاور الدوران. هذا المحور الدوران الأول، هذا المحور الدوران الثاني راح يأخذ مائل بشكل المسند. هاي يكون بهذا الشكل إلى أن يتقاطع هنا. زين، اليلد لاين مين يتولد؟ اليلد لاين يتولد من نقطة التقاء محاور الدوران. وين التقوا؟ التقوا بهذه النقطة. هو راح يمشي من هنا اليلد لاين، بس شنو هنا؟ هنا عندك فراغ ما ترسم، راح يبدي من هاي النقطة، راح يبدي من هاي النقطة، راح يبدي عندك اليلد لاين. لذلك من هذه النقطة وين يروح؟ يروح مباشرة للقوة. وين مكان القوة؟ هنا أنا. جزء القوة مكانه هنا أنا. اليلد لاين يروح من هنا الهنا. لكن بما ان القوة عندك بالسنتر راح يصير منها من السنتر لهذا المقدار. طبعا بالمناسبة هذه المسافة 4 اللي هي يعني هاي من هنا هاي المسافة كذلك 4، هو نفس الرسم اللي عندك هذا هنا كذلك 4، بس هنا وضحها لك. زين، طبعا لازم تسوي تشابه مثلثات، راح يطلع لك هذا منها 6 وهذا تقدر تاخذ هذا، راح يطلع لك تشابه مثلثات، راح يطلع لك هذا الطول 2، راح يطلع لك هذا الطول 2. انا اللي يهمني بس احتاج هذني الاطوال، بما انه هذا كله 4 هذا كله 4 هو اجى بالنص، ف 2 ب 2 تقدر تسوي تشابه المثلثات او تاخذ 2 ب 2 بالسهولة. زين، فكرة الحل هسه لازم نوجد الشغل الخارجي ونوجد الشغل الداخلي. الشغل الخارجي راح اسمي انا هاي القطعه A، راح اسمي هاي القطعة B. زين، شنو العزوم اللي عندي؟ عندي العزم الموجب هذا، واحنا عندي مسند فيكس، عندي عزم سالب المقط هذا. هذا العزم السالب الاخر. زين، نوجد بالبداية الشغل الخارجي. بما انه عندي بس قوة مركزة اللي هي IP، فالشغل الخارجي بكل سهولة نقدر نقول له P في الدلتا. مقدار الدلتا هنا عندي أعظم شيء واحد، P في واحد يساوي شنو؟ راح يساوي P. زين، مقدار الشغل الداخلي اللي هو هذا قانونه يساوي الM في مسقط العزم في الثيتا. زين، شلون راح نحسب الشغل الداخلي؟ هو فكرة السؤال بالشغل الداخلي. زين، أخذ كل قطعة بوحدة، كل قطعة بوحدة. راح أخذ القطعة هاي، هاي القطعة هاي اللي هي هاي واحدة اللي هي من هنا 4 وهذا 6
هذا ستة، من هنا اثنين، هاي القطعة بالضبط. خل هذا مسحه. اليلد لاين الموجب هذا راح اسمه باللون الأزرق اللي هو هذا، والمنقط السالب هذا اللي عندي هنا. الأطوال شنو عندي؟ عندي هذا أربعة، وعندي هذا ستة، وعندي هنا مقدار بي. زين، خلنا نجي نسقط. راح أبدي أسقط العزم الموجب. العزم الموجب هذا محور الدوران مالتك، هذا ترسمه أي مكان، ترسمه هنا، هذا محور الدوران، ترسمه هنا، ترسمه هنا، ما يفرق لك. مسقط الشغل الداخلي مال قطعة A راح يساوي M الموجب في المسقط مال العزم الموجب اللي هو هذا على محور الدوران. تخلي نقطة بالبداية، تخلي نقطة بالنهاية، وتجر خط عدل على محور الدوران مالتك اللي هو هذا أو الثاني أو الثالث، كلها نفس الشيء. توجد لي هذا الطول العمودي، هذا شقد هذا؟ قاعد باللي هو ستة، هو نفسه هذا ستة، ذلك في ستة، في ثيتا. ثيتا أعظم زوجين عندك بالقطعة دائما واحد، واحد على المسافة وين؟ واحد، واحد هنا جوا البي، هنا صاير واحد، مو هنا ولا هنا، هنا جوا هاي البي واحد. تجر لي خط عمودي من البي على محور الدوران مالتك الأصلي، يا هو الأصلي يعني هذا مال المسند، مو اللي رسمته هذا ولا هذا، هذا أول واحد اللي هنا، هذا أول واحد. جد المسافة من هنا هنا العمودية اللي تشكل زاوية 90 هي 4 على 4، هذا العزم الموجب زائد راح سقط العزم السالب. العزم السالب وينه؟ هذا المنقط، هذا المنقط، هذا المنقط بدايته منا ونهايته منا زائدا M في المسقط مال تجد على محور الدوران، نقطة بالبداية ونقطة بالنهاية، جد هاي المسافة العمودية نفسها ستة، في ستة كذلك في فيت أعظم نزول جيل عندك هنا واحد. شوف مال القطعة نفس الثيت لكل العزوم واحد، على المسافة العمودية جد أربعة. طبعا سبق وين شرحت لك هاني، هاي كلها راح تكون القطعة أي. خلا بترك بشغلة مهمة اللي هي شنية، من عندك انت هذني اليلدلاين، هذا شكل اليلدلاين واحد، هذا شكل اليلدلاين، هذا شكل اليلدلاين، وقد يكون هيك شكل اليلدلاين. وعندك هذا محور الدوران مالتك انت، هذا محور الدوران. شلون توجد ال ذني المساق ذني اليلدلاين؟ نقطة بالبداية ونقطة بالنهاية، تسقط على محور الدوران هذا، هذا الطول اللي عندك هو راح يمثل لي يلا. زين، هاي الحالة نقطة بالبداية ونقطة بالنهاية، تسقط على محور الدوران راح يعطيك هذا يلا. هاي الحالة نقطة بالبداية ونقطة بالنهاية، تسقط على محور الدوران يعطيك شنو؟ نقطة بالبداية ونقطة بالنهاية، مو هنا، لا بنهاية اليلدلاين كله، هذا اللي هو L. اوكي زين، هسه انا هذا فيما يخص القطعة A، راح اروح على القطعة B. القطعة B، هاي القطعة B راح اخذها واحدة، هاي القطعة B شو رسمه راح يكون؟ عندك هذا الطول أربعة، عندك هذا الطول ستة، أوكي أربعة بستة، لا هنا العفو، هذا خط مائل، هذا مائل في وين مستمر اللي هنا نهاية الأربعة. زين يمشي بعد منا شنو عندي؟ يمشي اثنين، وهذا اليدلاين الموجب راح يجي، هذا اليدلاين الموجب، وهذا نفس القطعة، نفس هاي القطعة،
زين هنا عندك كيلدان شنو؟ سالب. زين هذا كله أربعة. طبعا هاي اللي هنا أربعة تنتهي، اللي هنا أربعة تنتهي. أوكي هذه كله اثنين. هذا الطول من هنا عندي ارتفاع اللي هو ستة. مين جبته ستة؟ هو نفس هذا ستة، نفس هذا ستة. زين خلنا نجي شو عندك. عندك عزم موجب وعندك عزم سالب. راح أبدي بالعزم الموجب. راح أبدي بالعزم الموجب. شو يساوي الشغل مالتي الداخلي؟ يساوي مقدار العزم M. راح أبدي يساوي قطعة B. العزم الموجب هذا M في، راح أسقط على محور Y. وين محور واي؟ هذا محور واي. اول ما ترسمه رسمه هذا، هذا شوف عندي محور انت ترسمه، عندك محور اصلي، الاصلي اللي هو هذا، هذا الاصلي مالتك المائل. هذا احتاج المائل، احتاجه من اي احسب الثيتا، اخذ اعظم نزول على المسافه على المحور الاصلي. زين انت محور مالتك هذا واي او كيفك، هذا واي. زين تخلي نقطه بدايه المسقط وبنقطه بنهايته، سقطه على واي، سقطته واحد هنا واحد هنا. جد هاي المسافة اللي صارت من هنا إلى هنا قاعد تقول لي ستة في ستة في ثيتا. ثيتا شو نقول؟ أعظم نزول. وين أعظم نزول؟ هنا عندي P، هاي P. جد مقدار النزول جواها واحد على المسافة العمودية من أعظم نزول على المحور الدوران الأصلي. الأصلي ياه هو هنا عندي المائل، هذا المسافة من هنا إلى هنا، هذا لهنا. مو تاخذ هيك المسافه ولا تاخذ هيك المسافه ولا تاخذ هيك المسافه، لا تاخذ خط عدل من هنا للمحور. جيد المسافه هاي 4. هذا التسقيط مال العزم السالب على يا محور هذا على محور واي، العفو الموجب على محور واي، زائد هالمره راح اسقط على اكس ام. وين محور اكس؟ محور اكس هذا او هذا او هذا. اوكي زين، نقطه بالبدايه ونقطه بالنهايه. جه سقطته هنا هنا، ايش قد هاي المسافه او هاي المسافه؟ نفس الشيء. او هاي المسافه الجو ما تفرق لك، كل نفس الشيء. ايش قد؟ 2 ام في 2 في ثيتا. شنو ثيتا؟ اعظم نزول، اعظم نزول جد مقداره واحد على المسافة العمودية من أعظم نزول هاي إلى محور الدوران الأصلي. بس هالمرة بيا اتجاه، هذا الاتجاه تأخذ. وين سقطت؟ مو سقطت على الجو على الإكس، تنزل لي جو هاي المسافة منها إلى العمودية. رسم شوية مو دقيق. هي المسافة العمودية هي هاي من هنا إلى هنا، هاي اللي هو جد راح يطلع الطول هاي مالتها ستة. هذا التسقيط كله على محور محور اكس. هذا كله مال العزم الموجب. راح اروح على العزم السالب، راح اقول له زائدا زائد مال عزم السالب ام اللي هو هذا المنقط. زين خلنا المره باللون الاحمر استخدم نقطه بالبدايه نقطه بالنهايه، سقط على محور واي. جد هذا الطول عمودي ستة في ستة في ثيتا. شنو أعظم نزول؟ وين عندك؟ واحد على المسافة العمودية على محور دوران الأصلي المائل اللي هنا نهاية. جد أربعة في واحد على أربعة. سقطت هذا على محور واي، زائد سقط على محور X M في X، نقطة بالبداية ونقطة بالنهاية. سقط على محور X. وين محور X؟ هذا الجو هاي وهاي. جد راح أصل لك هاي المسافة، هاي المسافة هي نفسها هاي المسافة، أربعة مساوي أربعة، هاي أربعة في أربعة في ثيتا. ثيتا شنو؟ أعظم نزول. وين أعظم نزول؟ هذا على المسافة العمودية من أعظم نزول إلى محور الدوران
أصلي جديات طول في واحد على ستة. راح تجمع لي هذا كله مع القطعة B، تجمعه ويا مع القطعة A، تجمعهن جزئيها لك كان هنا يطلع لك سبعة. راح تساوي سبعة مو ال B ويخلص السؤال. خبطه وراحت خلاص. معلومة شلون أني عرفت، طبعا ما ذاكر أنا بالحل، شلون عرفت هذا المقدار؟ خل هاي مسحة. لك هاي الفائدة، شلون عرفت أني ورا ما صار لي الداين هذا؟ هاي المسافة 2، هاي المسافة 2، مو صار عندي من أنا هذا المثلث تقاطع بهذا الشكل، سميت هاي المسافة X، شابهت هذا المثلث الكبير هذا اللي هو أضلاعه 8 على هذا الطول من أنا اللي جوا اللي هو 6 زائد X. ويساوي شابهته ويا هذا طول المجهول لمقداره، نعم شابهت هذا المثلث الكبير هذا 8 على 6 زائد X على هذا مثلث 4 على هذه المسافة. X هذه 4 هي نفس هاي 4 على هذه المسافة X، طلعت لي قيمة X تساوي 6. هاي طلعت لي قيمتها جت تساوي 6. زين بعدين شابهت هذا المثلث هذا الصغير هذا اللي قيمته هذا X مقدارها الجديدة، أو خل أسميها Y، خلنا نسميها واي على 6. واي على 6 شابهتها ويا هذا المثلث اللي هو 4، نعم يساوي لنا المثلث اللي هو 4 هذا على هذا الطول لونه اللي جوا اللي هو 12. هتطلع لي قيمة y تساوي 2 اللي هي هاي. انت للسهولة ما قد تدخل بهاي الدوخة والمعمعة، هو هذا جاي بالمنتصف اخذ 2 ب2. اوكي ان شاء الله السؤال وضح، واي استفسار تقدر تعلق اسفل الفيديو، والسلام عليكم.